اوباما كان عمل، نيجي بقى الارقام، اوباما بشكل شخصي عمل ثلاث محاولات على المرمى، وثلاث محاولات على المرمى منهم اثنين في العارضه ومنهم محاوله على الجون، وساهم في الاربع اهداف، وعدد الباصات كان 22 باصه منهم 21 باصه مظبوطه، رغم ان هم اغلبهم في الثلث الاخير ومنهم باصات جوه منطقه الجزاء. فكره ان لعيب بيباص جوه منطقه الجزاء وحدود منطقه الجزاء ويغلط في باص واحد، ده رقم ضخم جدا ومميز جدا. 22 باصه اغلبهم في نص ملعب المنافس، ومنهم واحده بس خطا جوه منطقه جزاء المنافس، ولو نعد هنلاقي اربع خمس باصات. ننقل للفريم الثاني. بس السؤال في النص، ما فهمت انقله الفريم الثاني، هو كان بيلعب النهارده ماتش مصاب؟ هو لو مصاب يعمل كده؟ طب ما نعوره بقى قبل كل تمرين، لو هو هينزل مصاب يبقى ده الحل، نعوره بقى يعني. والله انت قلت رد عظيم، اربع اهداف يعني. لا وخد بالك، هو اتقال ده افضل شوط لاوباما اصلا، واتقال انه الاصابه في العضله الاماميه، والدكتور جيمي بقى يقول لنا ان العضله الاماميه دي صعبه جدا نلعب عليها وهو متصاب. يعني اعتقد كل الناس اللي شافته منهم، على فكره اوباما في الوقت الضايع نازل عامل فاول ونازل تاكل وبتاع، يعني استحاله معرفش يعني. مش انا نسيت كمان انت دكتور، انا بقول لك جيمي. لا لا لا، معايا اثنين دكاتره يا جماعه والاثنين بيقولوا لي الراجل مستحيل. فالاداء اوباما لو كده يبقى فعلا، يبقى احنا محتاجين اوباما يتصاب قبل كل مباراه. المحاولات بقى اللي بعديها دي، ثلاث محاولات منهم اثنين ناجحين، وعلى فكره منهم اتم في البار وساهم في الاربع اهداف، فده تميز كبير جدا في اوباما. تعال بس نشوف حاجه اخيره كنت طلبتها من جلال، يا رب تكون متحضره، فيها محاولات الزمالك على مدار اللقاء اللي انا قلت لجلال يحطها لنا، بس يعني بعتها له اخر حاجه لو موجوده يا جماعه، قولوا لي انها موجوده. يعني انا اتاخرت في ارسالها لجلال، فيا ريت بالظبط. دي بقى اللي بتثبت لك يعني ايه شوط اول، ويعني ايه شوط ثاني، ويعني ايه تغيير الجزيري. اللي هي ممكن اسوأ تدخلات اوسوري، رغم انه عمل تغييرات مميزه طبعا، ولكن تغيير الجزيري سيئه جدا. تعال نشوف الشوط الاول، مفيش زمالك، مفيش محاولات، ولا انت بتلعب ضد فرقه من جيبوتي ارتا سولار، وعامل محاولات ما فيهاش حاجة، يعني ما فيهاش حاجة على المرمى، الأخضر هو اللي على المرمى يا جماعة، والجوان والكلام ده كله، الألوان اللي هي أورنج وأسود ده بلوجد وبرة. أنت الشوط الأول كله مش عارف تعمل محاولة سليمة على المرمى، وكلها محاولات ضعيفة. الشوط الثاني أبرز فترات الزمالك، من الدقيقة 45 للدقيقة 60 سجلت هدفين، رحت لعبت في العارضة، رحت لعبت في القايم، عملت كل ضغطك ده، وبعد كده الملعب بدأ يهدى. لولا الحماس بتاع الجمهور ما كانش الماتش ده رجع بعد تبديلة الجزيري. يعني الزمالك كان بعد الجونين يبدو ان الماتش في طريقه للحسم، ولكن الزمالك تحس ان الموضوع انطفى بتغيير الجزيري. ولكن هنا لازم تحية زي كلامك، القرار اللي من السنة اللي فاتت تم تطبيقه والأهلي استفاد منه في مباراة الهلال السوداني، ان على حسب أهمية اللقاء الأمن بيدي موافقات، ساعد الأهلي في لقاء الهلال السوداني اللي كان يعتبر حجر بالنسبه للاهلي عشان يعدي، واستفاد الاهلي من حضور جمهوره. الزمالك يعني مثلا هو السنه دي مثلا الاهلي كان موقفه سهل جدا يعدي، الزمالك هو اللي استفاد من حضور الجماهيري النهارده طبعا بكل الطرق طبعا، ومحدش هيتاخر ابدا على اي نادي في مصر وبيمثل مصر بطوله مهمه جدا انه يساعده بجماهيره من اول ده ساعد جدا. هو النهارده لولا الحضور الجماهيري الماتش ما كانش رجع. انا رايي كده مليون المية. الماتش ده اتلعب في 3-4-5 آلاف اللي بيحضروا الماتش ده ما كانش رجع لا في الشوط الاول ولا رجع حتى بعد تدخل اسوري بتاع سيف الجزيري. الله يفتح عليك حبيبي، الله يفتح عليك.